تألف الناس يقول لك ده. لا يا سيدنا الشيخ انا هعمل لك مسلسل تاريخي يعني حقائق. يا عم وانا مستني واحد سكير يعمل لنا تاريخي؟ طب انا التاريخ موجود في الكتب ولا مش موجود في الكتب؟ ده انت عند سيدك جوجل او سيد ابن عمك، المهم زي ما يكون سيد اي حد فيكم، خلاص تدخل على اي معلومه اديها لك، يا صحيح غلط لكن اديها لك وخلاص انت تاخدها. دي بالتاريخ والجغرافيا وكل موجود، ما مش حاسبها ده يعرض لي يقول بس اصل يا شيخ لما عملوا مسلسل عمر احنا حبينا عمر. انت مستني تحب عمر لما يجيب لك مسلسل؟ سلسل الله اهل الانحراف بعيدا عنا. سبحان الله، الصحابه انا اقول وبمد فمي الى الان ما زلت على رايي 46 سنه، لا يجب ان نضع الصحابه في مسلسل او في فيلم حتى وان كان الهدف للتعليم. التعليم موجود في الكتب. انا متخيل كل عشت مع الصحابه 114 الف عشت في حياتهم وفي تاريخهم والبعد النفسي الحياه وتاريخ قبائلهم، وسبحان الله وملم بالحمد لله رب العالمين، مش محتاج واحد سكير خمر ولا مخرج مربي شعره زي الحرمه ولا من الجنس التاسع ويعلمنا عن عمر ولا عن خالد وعن يعني ده. هذا عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو نصيفه ما بلغ مثل واحد منهم ولا نصيفه إلا الصحابة. ده خط مش أحمر، خط أسود، لا تقترب. يا أخي الصحابة الذين مات عنهم تركهم رسول الله وهو راض عنهم، أنا أحطه في مسلسل عشان أعلم ابني؟ ما تعلمه يا أخي بالتلقين، كيف نتعلمنا نحن؟ سبحان الله العظيم. يعني انت عندما ترى ممثلا يمثل شخصيه ابو بكر تتخيل ان هذا ابو بكر لما تشوفه في الشارع ولا في المور قاعد يشرب ويشد في الارجيله يقول ده هو؟ لا مقام بدور ابو بكر. لا يا اخي، لا والله يا اخي يجب ان نتقي الله في صحابه رسول الله. كلام غير منطقي، كلام يعني هذا كلام غير ليه؟ لان الصحابه لهم درجه، مش نحن لا نقدس شخصا ولكن نحن نجل صحابة رسول الله. يا أخي الإمام الشافعي كان يجلس في مجلس مالك، كنت أستحي في مجلس مالك أن أشرب الماء حياء منه، أشرب الماء. وكان أحمد بن حنبل في أواخر أيامه من شدة المرض متكئ على جنبه، فيذكر أمامه الشافعي يقول: أجلسوني. في يا إمام؟ يجلسوا. يقول: عندما يذكر الشافعي يجب أن تجل الحرمة. حرمات عنده كبيرة. ولما مرض أحمد وهو تلميذ الشافعي ذهب الشافعي ليزوره. مرض الشافعي خوفا على أحمد، إذا مات معه العلم. فعاد الأستاذ محمد بن إدريس الشافعي إلى بيته مريضا. راحوا الناس قالوا: يا إمام يا أحمد، شيخك الشافعي لما خاف عليك رجع قال سندوني. راح زار شيخه، قبل راسه وقبل يده، فابتسم الشافعي وقال قولته الشهيره: المرض الحبيب فعدته. الحبيب مرض فرحت ايه؟ فمرضت من خوفي عليه، فاتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه. ايه العز ده؟ ايه العز اللي الناس ده فيه؟ سبحان الله. قالوا ابن الامام الشافعي بيقول عائشه بنت الشافعي بيقول: يا ابتي اراك تذكر احمد وتزوره. قالوا: يزورك احمد وتزوره. قالوا: يزورك احمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تبارح منزله، ان زارني فبفضله او زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له.